50 سنة عمري وبيا سرطان أمينة. اي والله ما عندي لا راتب ولا شيء أمينة أبد، كل شيء ما عندي. تدفع بهمومها على عجلات العمر الذي أكل السرطان منه الكثير، وحنى ظهرها الزمن لتذرف دموع الألم من ثقل وصعوبة الحياة، لتعيل زوجا فقد البصر وثلاث بنات إحداهن مصابة بالفشل الكلوي. أني أجي الصبح يومية الصبح أجي أخذ العربانة من هذا أجره إيجار أخذه، وحط من هذا بالمحل وحط عليه شوية غراض، وأفطر بالفروع بالمحلات منا للمغرب، أبيع منه شوية حتى أطلع مصرف جهالي. بس عندي ثلاث بنات، معين ما عندي، رجلي همين ضرير ما يشوف أعمى، واقع بالبيت والله. واني هم بيا سرطان، بيا سرطان، تعبت والله تعبت، يومية من الصبح لليل أجرب هاي العربانة بالفروع أفطر. عائلة تمكن المرض منها بعد أن أصيب أبو حنان بجلطة دماغية أفقدته بصره وانزلاقا قيد حركته، إضافة إلى سحر التي تعيش بكلية واحدة، وأجبرت أيضا على ترك الدراسة وتكون جليسة في المنزل دون بذل أي جهد لأنه يؤثر على صحتها. انضربت جلطة دماغية، فعيوني اثنيناتهم ما قاعد أشوف، فمرة وقعت على الفراش، فبأثرها ضيعت عيوني اثنيناتهم. أني كليات الصندة وسويت عملية وما بطلت من المدرسة. تركت المدرسة؟ إيه. بسبب العملية؟ إيه، وأتمنى أرجع على المدرسة بس ما أقدر هسه. ما تقدرين إنه تمشين وتروحين المدرسة؟ إيه والله ما أقدر. إيش كم كلة عندك هسه؟ واحد. يعني واحدة شالوها؟ إيه. السبب إيش بيها ليش شالوها؟ كانت ما تشتغل. بئسا لبطون شبعت وتركت غيرها جائعة. من منزل أم حنان التي تعاني من مرض السرطان، وابنتها سحر التي تعاني من فشل كلوي، وكذلك زوجها الذي فقد البصر أثر جلطة دماغية، يرتجون من الله قبل البشر أن يعينهم. من منزل الألم، سعدون السلطان، قناة التغيير.